ورحمة الله وبركاته. اليوم راح أوضح لكم كيفية رفع محاضرة على جوجل كلاس روم. نكتب رسالة بسيطة، نضغط Add. الملف يا إما يكون مخزن على جوجل درايف الخاص بالإيميل اللي عملنا به Sign In، أو لينك تابع إلى ويب سايت يخص التدريسي أو ويب سايت يتعلق بالمادة. يوتيوب ممكن أيضا أسوي شير أو أعمل شير للينك يوتيوب، قناة مثلا تخص التدريسي أو قناة معينة تخص المادة. طبعا هي أكثر اللينك والجوجل درايف واليوتيوب والفايل هي لها علاقة بالتدريسي، يفضل أن يكون تابع للتدريسي وليس خارجي. أسهل طريقة أنه يكون عندي فايل موجود على الكمبيوتر، select from your device any file، عندي test file، okay test file open، أعمل upload، راح تتحمل المحاضرة، تحملت المحاضرة، وأعمل بوست. قبل لا أعمل البوست لازم أتأكد أنه أنا كاتبة رسالة، وممكن يكون عندي كل الطلاب، ممكن يكون طالب محدد، ممكن ما أختار أي طالب. طبعاً أنا ما راح أختار أي طالب لأنه الملف هو تيست، ما أريد أحد يشوفه. راح تظهر عندي عدة كلاس رومز اللي هي تابعة للتدريسي نفسه، يعني هذه كلها الكلاسز تابعة لي. راح أختار any class which one I want which one، مثلا فقط هذا الكلاس، وأعمل post. ممكن أعمل edit للpost، delete or take a copy link. نانا نكون انتهينا من عمل شير لمحاضرة أو عمل بوست لمحاضرة على الكلاس روم. شكرا لكم.